نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. المحافظات تعلن الحرب لمواجهة تعديات الأراضي، وجمعة واجب شرعي. في ذكراها الأولى وقفة لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة أمام السفارة المصرية بباريس. الفريق مميش، الموانئ رزق لمصر ومشروعات الرئيس ما شاء الله عليها. سعوديون يعتزمون زيادة استثماراتهم في مصر 51 مليار دولار من الخاص والحكومي. 20 مليونا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الإيرانية، واللجان تشهد عمليات تزوير. الرياض تستقبل 3 قمم لترامب وتمنع دخول إسرائيليين وتقبل اعتذار البشير. أمريكا تستدعي السفير التركي بعد ضرب محتجين بواشنطن، وأردوغان يشاهد. فتاة هندية تختطف صديقها تحت تهديد السلاح خلال حفل زفافه. ونيوتن يكتب الرئيس الساحر. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث أعلنت القيادة الأمنية والجهات المختصة في جميع محافظات الجمهورية الحرب على لصوص أراضي الدولة. وقالت وزارة الداخلية إن 17 مديرية أمن على مستوى الجمهورية كثفت جهودها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي، وتمكنت من تنفيذ 1404 قرار إزالة لحالات تعد. فيما قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إن من يعتدي على المال العام مجرم وآثم قلبه، مشددا على أن استرداد أملاك وحقوق الدولة واجب شرعي ووطني. وللتعقيب على ما لدينا من أخبار، بنرحب معنا في الاستوديو بالأستاذ مصباح قطب، مستشار القسم الاقتصادي بالمصر اليوم. أهلا بك معنا يا فندم. أهلا وسهلا. يعني برأيك أستاذ مصباح، بعد كل تلك الإشادات من جميع الجهات بالدولة بقرار السيد الرئيس، برأيك بعد أن تقول كل تلك الأراضي، ما هي أنسب وسيلة للاستفادة منها وضمان عدم تكرار مثل تلك التعديات مرة أخرى؟ يعني احنا يعني عارفين انه اهم مصادر للثروه غير المشروعه في مصر في ال 30 40 سنه اللي فاتت كانت المضاربه على الدولار. فانا بعتبر انه الحمد لله، بغض النظر عن كل الجدل حوالين يعني تحرير سعر الصرف، ده موضوع انتهى في مصر ولن يعود باذن الله. وموضوع المضاربه على الاراضي، وده استمر معانا فتره طويله، واحنا في ازاء مواجهه حاسمه ليه في اللحظه دي. وبالتالي انا امل ان يبقى المجتمع نفسه يعني شريك قوي في عمليه انه يعني ايه يتم انهاء هذه العمليه تماما. لان انا يمكن قريت بعض التعليقات حتى لزملاء صحفيين يقول لك يا عم ده بقى هيشيلوا بس الايه الازالات التعديات بتاع المواطنين البسطاء، لكن لواءات الجيش بقى والشرطه السابقين والقضاه مش عارف السابقين هيسيبوهم. وانا الحقيقه انا ما شفتش لحد دلوقتي اي حد قال انه البلدوزر بيجي يقول لا لا دي ارض بتاع قضاه وجيش وشرطه فنسيبها ونعدي على الثانيه. لكن في كل الحالات لازم المجتمع بدل على الاقل يعني بلاش نشكك للفتره دي، وبعدين نشوف النتيجه. ده الرئيس مدي موعد لاخر الشهر، فهيتبين بسرعه الخيط الابيض من الخيط الاسود. يعني مصادر الثروة غير مشروعة بعد كده هي كانت طبعا المخدرات وتجارة السلاح. دي احنا برضو محتاجين فيها يعني ايه شوط شوية في الفترة اللي فاتت، يمكن قل أنواع المخدرات اللي هي الحبوب وكذا، لكن لا يزال محتاجين مجهود أكتر في هذا السياق. فيما يتعلق لو عدنا مرة تانية لموضوع وطبعا غير الفساد بقى اللي ايه بتاع الرشاوة والعمولات والكلام ده، دي المصادر الأربعة الرئيسية من وجهة نظري للصهلالة المالية اللي بانت على آلاف مؤلفة من الناس في مصر في الأربعين سنة اللي فاتت دون أن تعكس نفسها على الوضع الاقتصادي. عشان لا يعود هذا الموضوع مرة أخرى، أنا بتصور أنه في كذا نقطة لازم تتعمل. أولا تحديد واضح لعملية الولاية على الأرض حتى لا تتداخل الولايات، حتى تبقى تبع المحافظة شوية وتبع هيئة التعمير والتنمية الزراعية شوية، فلا ده بيحافظ عليها ولا ده بيحافظ عليها. والنقطة الثانية هي تسهيل عملية تخصيص الأرض للناس الجادة، لأنه الحقيقة برضو اللي كان بيزرع ويتعب تعدى، لكن زرع وتعب الحقيقة برضو واجه الأمرين عشان يحصل على عملية شرعنة الامتلاك والارض اللي تعب وشقى فيها يعني، وتعقيد قدامه. ودلوقتي كمان يقول لك ايه السباق ده مش هنضيع حق الدوله، ما في تزايد كمان في عمليه التبسيط على الناس. والنقطه اللي بعد كده زي ما بقول ان طول الوقت المجتمع يبقى صاحي، لان الارض هي ملك
الجيل ده والجيل اللي بعده واجيال تاليه. وزي ما قال الرئيس مش معقول تبقى ناس مش لاقيه تاكل في بلدنا، وفي ناس بقى ايه بال 10 و 20000 فدان حاطط ايده كده وكانها فعلا طابونه يعني. وصف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مشروع تنمية محور القناة بأنه العمود الفقري للاقتصاد المصري، معتبرا أن الموانئ رزق لمصر. وأكد مميش أن تطوير الموانئ أول خطوة لتحسين الوضع الاقتصادي، ويوجد خطة واضحة لتطوير الموانئ وجاري تنفيذها. وأضاف مميش في حوار عبر فضائية روسيا اليوم أن الاقتصاد المصري يتعافى ويشهد تحسنا كبيرا، قائلا أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ما شاء الله عليها، مشيرا إلى أن بناء مشروعات حول قناة السويس يرفع من قوة القناة الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمارات. أستاذ مصباح، في رأيك يعني المواطن بيكون عايز كمان يحس بأن المشروعات دي إمتى هتبدأ يعني تدر عليه فائدة، في رأيك إزاي ممكن يعني الفريق مميش زي ما هو أدى تصريحات بالشكل ده، إزاي ممكن يطمن المواطن وكمان نقدر يا ترى نشوف النتائج، هل هي سريعة من وجهة نظرك؟ يعني النقطة الأولى فيما يتعلق بالحديث سيادة الفريق مميش، هو شيخ طريقة كده الحقيقة في الكلام، يعني أنا شفته أكتر من نقطة طبعا في حوارات مع مجتمعاتنا يعني أطياف مختلفة من المجتمع، لكن انا يعني ما قريتش الحديث النص الكامل. اتمنى لما نتعود كلنا كمسؤولين وكمصريين لما نتكلم مع يعني حد خارجي يبقى شويه محددين اكتر ايه الرساله بالظبط اللي انا عايز اوصلها له. يعني قد لا يعني الروس انه مشروعات الرئيس ما شاء الله عليها او غير ذلك، ده شاننا احنا كمصريين نقيمها يعني، واخد بال حضرتك، لكن هم يهمهم الى اي حد يعني انت هتكون فعلا مركز لوجستي عالمي، ماذا يعني ده للتجارة الروسية إلى أفريقيا ومع مصر وغير مصر، إيه الفرص اللي ممكن يستفيدوا منها. كان في فترة من فترات في فكرة تحويل مثلا بورسعيد إلى مركز لتجارة الحبوب في الإقليم بالتعاون مع روسيا وكازاخستان مثلا. فأقصد أقول يعني لازم الواحد وهو بيكلم مثل هذه الأطراف يبقى محدد بدقة النقط اللي عايز ينقلها لهم عشان بلدنا تستفيد، وكمان الطرف اللي بيجري الحوار ينقل لشعبه أو لبلده أو للأطراف اللي بتشوف القناة إيه أو تي عموما معلومات مفيدة ليه. النقطة الثانية بقى حتة التعجيل، إحنا الحقيقة ما فيش وقت. صحيح في حاجات ماشية كويس جدا زي الأنفاق، يعني أنا بعتقد إن السرعة اللي ماشية فيها ماشية كويس جدا، وتجهيز من شرق بورسعيد برضه للأمانة ماشي بطريقة كويسة، إحنا بنفتح عليه مدخل من البحر المتوسط مباشرة، لكن من الواضح إن المشروعات في هيئة التنمية في منطقة قناة السويس تأخرت، يعني عشان كده شفنا تم يعني إيه تغيير رئيس مجلس إدارة كان الدكتور أحمد درويش ربنا يمسيه بالخير، وجه سيادة اللي هو يعني مهاب مميش تولى المسؤوليتين معا رئاسة هيئة القناة والمنطقة. أنا بتمنى الحقيقة إنه اولا نقول ايه الدروس المستفاده من الفتره اللي كان الدكتور احمد درويش فيها، ليه حصل هذا التباطؤ، ليه ما جاتش مشروعات، هل موضوع الضرائب السبب، هل اجراءات، هل في موقف من اطراف خارجيه، هل المستثمرين المصريين ليه يعني ما راحوش هم نفسهم بشكل كافي، يدوب بعض البنوك بس يعني ايه قالت انها هتفتح مواقع هناك، عشان نشوف خبره الماضي وبعدين نبص بقى للمستقبل بسرعه. يعني على الاقل الحقيقه حتى من ناحيه الواجهه السياسيه والادبيه انه قبل ما ينتهي يعني يونيو 2018 نكون لمسنا على الأرض حاجات مهمة في هذا المشروع. أحيت وزارة الطيران المدني برعاية الوزير شريف فتحي الذكرى الأولى لضحايا رحلة مصر للطيران والتي كانت في طريقها من مطار تشارلي دي غول في باريس إلى القاهرة وسقطت فوق البحر المتوسط. وحضر حفل التأبين عدد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة وعدد من الشخصيات العامة، فضلا عن عدد من أهالي ضحايا الطائرة، فيما طلبت صحف فرنسية وأسر ضحايا فرنسيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتحرك لكشف أسباب سقوط الطائرة، كما تجمع أسر الضحايا أمام السفارة المصرية لإحياء الذكرى الأولى. المزيد في التقرير التالي. في صباح 19 من مايو عام 2016 استيقظت مصر والعالم على خبر اختفاء طائرة مصر للطيران MS-804 المتجهة من باريس إلى القاهرة في مكان ما فوق البحر المتوسط. وما هي إلا ساعات وتم إعلان سقوط الطائرة وعلى متنها 66 شخصا بينهم 40 مصريا بما في ذلك طاقمها المكون من 10 أفراد و15 فرنسيا. وما تنسوش ان احنا لسه معدي على الموضوع يعني كام ساعه
زي ما الزميل كان بيقول دلوقتي ان في حاجات قعدت سنه وسنتين على ما وصلنا للاسباب الحقيقيه لحدوثها. مش عارف الحقيقه ليه لما بتبقى حاجه ريليتد فينا احنا عايزين نحلها في خلال 7-8 ساعات. في وقت لاحق أظهرت تسجيلات كابينة القيادة جهودا حثيثة لإطفاء حريق ما على متن الطائرة المنكوبة التي لم ينجو أحد من ركابها. تسلم ذوي الضحايا رفاتهم في ديسمبر الماضي وشيعت جنازاتهم وسط حالة من الحزن والحيرة حول مصير التحقيقات في السبب وراء وفاة ذويهم. خرجت لجنة التحقيق في سقوط الطائرة في ديسمبر الماضي لتؤكد العثور على آثار مواد متفجرة على رفات الضحايا، وهو ما استبعده الفريق الفرنسي في وقت مبكر من شهر مايو الجاري. اليوم وبعد مرور عام على سقوط الطائرة تحيي وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران الذكرى الأليمة، فيما لم تتوصل التحقيقات إلى السبب الحقيقي لسقوط الطائرة المنكوبة. التقت دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بعدد من كبار المستثمرين السعوديين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي 42 للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة، فيما دعت الوزيرة المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر بعدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب المستثمرون السعوديين عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، ورفع سقف الاستثمارات ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص. إذن أستاذ مصباح، عودة لحضرتك مرة أخرى، برأيك يعني أصبح واضح للعيان أن الاستثمارات السعودية تضخ بشكل كبير في مصر، برأيك ما هي الدلالات وراء ذلك؟ يعني في تطور، يعني عادة في ارتباط قوي جدا ما بين السياسة والاقتصاد، يعني وزي ما المستثمرين المصريين ملاحظين المستثمرين السعوديين أيضا يلاحظون أنه في تطور قوي في العلاقات، بالذات يمكن في الأسابيع الأخيرة على نحو خاص، يعني بعد فترة كده من التوترات، فده بالتأكيد هينعكس على الاستثمار. لكن أنا أظن برضو أن احنا يعني مثلا لم يقم أحد في أي جهة في مصر بقراءة كده في تطور الاستثمار السعودي في مصر والاتجاهات اللي بيروح إليها وأدواته وألياته والعوائد التي عائدت على الإخوة في المملكة العربية السعودية من جراء هذا الاستثمار، وأنا بعتقد أنها مبالغ ليست بالقليلة. وطبعا ده ربح حلال لا نجادل فيه، لكن أقصد أقول عشان نبقى عارفين كويس أن الاستثمار هو عملية تبادل منافع وليس يعني مجاملة أو ضن من أحد على أحد. يعني السعوديين عادة بيركزوا على السياحة والاستثمار العقاري، يمكن دول أكثر الحاجات اللي يمكن وربما قد من الاستثمار الزراعي، يعني دي أكثر ثلاث حاجات بيركزوا عليها، وإحنا محتاجين ده ومحتاجين استثمارات أخرى يعني. لكن الأمور طوال الوقت معهم ومع غيرهم لا تمضي بالتمنيات، لابد أن نقدم ما لدينا بطريقة جيدة. عندنا قانون استثمار جديد وأيضا في قدر كبير جدا من المزايا بغض النظر عن الجدل الذي دار حواليه، وعندنا فرص وعندنا معوقات وصعوبات لازم الناس نكلمها بمنتهى الوضوح والأمانة، وفي نفس الوقت لا نقبل لأنه بعض الأطراف السعودية، وأنا لازم يعني شفت ده بنفسي، دايما تحب يبقى لها كده حاجة فوق اللي موجود في القوانين والتشريعات. لا، لابد أن نتعامل باحترام كامل لقوانين كل بلد عند البلد الآخر، يعني لما حد يروح يستثمر، وفي نفس الوقت بوضوح وشفافية كاملة عشان يبقى استثمار مستدام ونافع للطرفين. شهد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة صينية، وذلك للتعاون في مجالات تصنيع المحولات الكهربائية الثلاثية وأيضا التعاون في مجال تصنيع عدادات الكهرباء الذكية. وأشار العصار إلى أن البروتوكول يعد خطوة أولى للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وسيسهم ذلك في توفير العملة الصعبة وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وخدمة المشروعات القومية بالدولة، وأيضا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. يبدو أن الماراثون الرمضاني للدراما التلفزيونية هذا العام جاء ليحمل الكثير من المفاجآت، وكانت البطولة النسائية للمسلسلات أولها، فوسط ما يقرب أكثر من 30 مسلسلا تتنافس البطلات على أكثر من 13 منها،
وتظهر بقوة هذا العام على غير المعتاد طوال السنوات الماضية. وتأتي في قائمة البطولات النسائية الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسلها في لالا لاند، تليها ياسمين عبد العزيز ومنى شلبي ونيلي كريم. والآن مشاهدينا نذهب بكم إلى فاصل ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده استعدادات الرياض لاستقبال قمم ترامب الثلاث، فتابعونا. عودة مشاهدينا إلى نشرة المصر اليوم من القاهرة وناس وإلى الشأن الخارجية، حيث أفادت الهيئة العليا للمفاوضات بتعليق 8 كتل من الفصائل العسكرية للجيش الحر مشاركتها في الوفد التفاوضي الرئيسي بجنيف. وأفادت الكتلة في بيانها بأن تعليق مشاركتها يعود لعدم وضوح المرجعية والتخبط في اتخاذ القرار، بالإضافة لعدم وجود استراتيجية تفاوضية. كما أن العلاقة بين الهيئة العليا للمفاوضات وبين الوفد المفاوض الرئيسي لا تصب في مصلحة الثورة بحسب ما جاء في البيان. فيما أكد مصدر في الهيئة العليا للمفاوضات منصة الرياض للمعارضة السورية زيادة الخلافات داخل وفد الهيئة إلى جنيف ووصولها إلى حد الانفجار. أستاذ مصباح، يعني يبدو أن الكل يبحث عن نصيب من الكعكة السورية، برأيك هل تفشل مفاوضات جنيف كما فشلت غيرها من المفاوضات؟ يعني الجولة السادسة دي كانت فيها يعني متعثره، يمكن حتى رئيس الوفد السوري نفسه بيقول الحاجه الوحيده اللي طلعنا بيها هي ان احنا هيبقى في لجان فنيه هتتكلم من الجانبين، ليس قبل او بعد مفاوضات جنيف سواء الجوله دي او حتى اذا كان في جولات جايه، ولكن خلالها بيقول غير كده ما فيش اي تقدم في اي اتجاه. وانا مصدقه الحقيقه، وهنا عايز اقول انه الاطراف اللي موجوده ما يسمى يعني بمنصه الرياضه اللي هي مهيمنه، ما هي اللي معاها بقى الارشينات على الوفد المعارضه، وفي طبعا منصه القاهره ومنصه موسكو، دول مستبعدين. وانا الحقيقه لا مع الرياض ولا موسكو ولا القاهره، انا نفسي اشوف منصه الشعب السوري نفسه، يعني اشوف معارضه وطنيه سوريه هي اللي بتتفاوض على مستقبل البلد. لكن يعني اطراف مختلفه يعني تخضع لمؤسسات مختلفه، ما حدش اكد لي ابدا ولا مره انها تتوافق مع مصالح الشعب السوري، ومره بقى وتلعب بينا المفاوضات وحشه او حلوه، نخرج او نبعد، نروح ما نجيش وهكذا. لكن الملاحظه الاساسيه اللي انا عايز اقولها بغض النظر عن الثمن فرق اللي اعلنت يعني الانشقاق، وبرضه موقفها غريب شويه، انا في تقديري ان كل الاطراف اللي موجوده على الترابيزه بتنتظر ما الذي ستتمخض عنه جوله الرئيس ترامب في القمم اللي عاملها في السعوديه عشان تشوف التوجهات النهائيه للسياسه تمام باتجاه المنطقه، وبعدين تعيد بقى تحديد مواقفها مره اخرى، خصوصا عارفين كمان انه اردوغان كان في موجود في امريكا امبارح واول امبارح، فبالتالي يعني ايه بيترتب ترتيب لعلاقات جديده ما بين امريكا وروسيا، ما بين روسيا والسعوديه، ما بين كل من تركيا وروسيا مع امريكا فيما يتعلق بسوريا وهكذا. كله بقى بيقول لك طب ايه نحنجل شويه على ما نشوف ايه اللي هيحصل ونعيد التفاوض من جديد. أدلى الإيرانيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة الإيرانية وسط حراسة 300 ألف من قوات الجيش والشرطة. وقالت وسائل إعلام إيرانية أن 20 مليونا أدلوا بأصواتهم ضمن 56 مليون إيراني لهم حق التصويت لاختيار الرئيس الثامن لإيران، حيث يحتدم السباق بين حسن روحاني وإبراهيم رئيسي. وشهدت بعض لجان الانتخابات عمليات تزوير أقر بها مساعد الشؤون التنفيذية والانتخابية في مجلس صيانة الدستور الإيرانية. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية بحلول مساء السبت. إذن أستاذ مصباح، برأيك من أقرب لسدة الحكم في إيران؟ هل هم المتشددون أم المعتدلون؟ إذن روحاني أم رئيسي؟ هو وبالأحرى ما هي أيضا هناك شق ثاني من السؤال، عفوا، ما هي التحديات أمام الرئيس الإيراني القادم؟ الموقف محير، عشان كده انا ظني حتى كل المواهبين سينتظروا حتى اللحظات الاخيره بكره لاعلان النتيجه عشان يعرفوا مين الفائز. المشاركه الواسعه من وجهه نظر اللي حصلت النهارده يعني تخليني شويه اقول ان فرصه روحاني اعلى، لانه كلما قل الاقبال كان ذلك في مصلحه رئيسي اللي هو ابراهيم رئيسي، يعني اللي هو المرشح المقرب من المرشد ومن لجان الثورة الإيرانية يعني. واللي بعتقد يعني ان عمليات التزوير هي ربما كانت يعني ايه من اطراف محسوبة عليه،
هو الغريب النهارده ان هو نفسه اكد انه بيقول يعني نتمنى من الشعب ان هو يقبل نتائج الانتخابات، في اشاره الى ما حدث طبعا سنه 2009 من اعتراضات واسعه على عمليات تدخل وتزوير. انا اظن برضه ان التزوير في ايران ما هوش بمعنى انه ايه زي الطريقه المصريه القديمه شيل الصناديق وحط غيرها، ولكن كان في تاثير اكتر منه تزوير على المسار الانتخابي. واكبر تحدي سيواجه الرئيس الفائز هو التحدي، طبعا التحدي الاقتصادي مهم لانه جزء كبير مما اخذ على روحاني انه لم يحرز تقدما كبيرا في الحياه الاقتصاديه كما وعد به، وان كان طبعا تخفيف العقوبات على ايران انا اظن ده مكسب اقتصادي ليس بالقليل، لكن التحدي الاول هو انه يوجد طريقه فعاله لمواجهه محاوله حصار ايران بحلف يتشكل من السعوديه والولايات المتحده واطراف اخرى، حتى يعني هناك من يحاول ان يجعل مصر بطريقته طرف في هذا التحالف، وانا بعتقد طبعا ان مصر لها طريقتها الخاصه في التعامل مع هذا الملف ومع التدخلات الايرانيه في المنطقه. ده التحدي الاول والتحدي الاقتصادي، والثاني الحقيقه هو تحدي يعني اخذ كثيرا على روحاني ان لم يستطيع ان ينجز فيه الكثير، انه رئيس السلطه التنفيذيه يجب ان يكون له كلمه نافذه، يعني ان ويجبر الاطراف القويه في ايران والقريبة من دائرة المرشد على أن تحترم القانون وبالذات بعض الدوائر القضائية ودوائر الحرس السوي. استعاد الجيش الليبي قاعدة براك الشاطئ الجوية شمالي مدينة سبها جنوب ليبيا من ميليشيات الإخوان الإرهابية وتنظيم القاعدة التي قتلت عشرات الجنود والمدنيين في عمليات إعدام جماعي. وقالت مصادر إن الهجوم أسفر عن مقتل 134 عسكريا ومدنيا من بينهم حالات إعدام جماعي جرى خلالها ذبح وإطلاق الرصاص على رؤوس الضحايا وحرق البعض الآخر ودهس آخرين بالمركبات العسكرية، فيما تم إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تلك المجزرة. أظهر مقطع مصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يشاهد عناصر أمن تابعين للسفارة التركية بواشنطن وهم ينهالون بالضرب على محتجين. وحسبما ظهر في الفيديو خرج أردوغان الذي يزور واشنطن من سيارته وشاهد الاشتباكات بين عناصر أمن السفارة ومحتجين أتراك قبل أن يغادر المكان. وأثارت الواقعة جدلا كبيرا في الولايات المتحدة، حيث استدعت وزارة الخارجية الأمريكية السفير التركي في واشنطن، كما دعا عضو الكونغرس الجمهوري جون ماكين لطرد السفير التركي بعدما اعتبر ما حدث يعد انتهاكا للقانون الأمريكي. أستاذ مصباح، إذن برأيك هل الشجب الدائم والاعتراض فقط على انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة من قبل ربما الرئيس التركي أردوغان أو سواء كان في داخل تركيا أم خارجها، هل هي كافية من قبل القوى العظمى والمجتمع الدولي؟ القوى العظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية مش زي حالاتنا كده، يعني موضوعية ومع الحق وطريق العدل تمشي فيه واللي مش عدل لا، يعني بتقيس طول الوقت مصالحها. يعني الاجرام اللي بيعمله أردوغان الحقيقه المشهد ده بيفكرني كده بالاخوان والاتحاديه، يعني وهم الحقيقه في تكون في حوالين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجموعه يعني ابسط ما يقال عنها انها فعلا بلطجيه محترفين شديد القسوه، يعني لا يأبهون لا بقانون ولا بعداله، ما دام ضد الرئيس يبقى تتشبح، وده المشهد اللي شفناه. وتعليق ماكين يعني مش هبقى متعاطف معاه قوي لان انا بعتقد ان هو نفسه لعب دور كبير في انه تيار الاسلام السياسي في تركيا وفي المنطقه يشعل معانا يعني، لكن في كل الحالات انا ظني ايضا انه اداره ترامب يعني شويه اخذت خطوه واصرت عليها ومسببه ضيق شديد جدا لاردوغان، حتى انه اضطر في المؤتمر الصحفي يقول يعني لو حدث ان قوات حمايه الشعب الكردي يعني او قوات كرديه دخلت اراضينا ومحدش قال يعني انها هتخش اراضيهم من سوريا ان احنا سنقف لها ولن نستاذن الولايات المتحده وكذا، لانه الولايات المتحده كانت قد اعلنت مؤخرا انها هتزود قوات حمايه الشعب باسلحه معينه عشان تمكنها من استعاده مدينه الرقه، المدينه المهمه جدا ومعقل من معاقل داعش. فده موقف يبين انه امريكا نفسها فيها اطراف مختلفه في التعامل مع اردوغان ولم تحسم موقفها، فضلا طبعا اردوغان في اكبر قاعده انجليك اللي موجوده ومصالح اخرى، يعني مش بسهوله يعني سيتم تفكيك المصالح، لكن الموقف اللي جاي من تركيا بالتاكيد في تقديري هيكون مختلف.
تستعد الرياض لاحتضان أعمال ثلاث قمم يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدءا من السبت لبحث أجندة واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم. فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السعودية رفضت منح تأشيرة دخول لصحفيين إسرائيليين ضمن الوفد الصحفي المرافق للرئيس الأمريكي على الرغم من موافقة البيت الأبيض. من جانبه قدم الرئيس السوداني عمر البشير اعتذاره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن عدم حضوره القمة، وذلك لأسباب خاصة لم يكشف عنها. في الوقت ذاته يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات القليلة المقبلة للسعودية للمشاركة في تلك القمة. أستاذ مصباح، يعني العالم كله ينتظر نتائج تلك القمم الثلاث، برأيك هل سنشهد تغييرا في قواعد اللعبة بمنطقة الشرق الأوسط بعد تلك الجولات وغيرها من الجولات اللاحقة التي سوف يقوم بها ترامب؟ هو من المؤكد في حاجة هتتغير، بس أنا عايز أقول إنه الأطراف كلها الحقيقة ما عندهاش توقع بسيصل إليه هذه القمم حتى بما فيها الطرف الأمريكي. أنا قريت النهاردة كتابات يعني قلقة من أنه ترامب بيتكلم عن الإسلام والإسلام الوسطي في السعودية، خايفين لا يلخبط فيقلب الدنيا على اللي فنرجع تاني للمربع صفر. السعوديين نفسهم مش متأكدين تماما أنه الولايات المتحدة ستتبنى ذات النهج اللي هم عايزينه تجاه إيران، لأنه أمريكا أيضا بلد لها حساباته. ولسه حتى بقول للصديق النهاردة الحقيقة الأمريكان لو لم يعني تكن إيران موجودة لا خلقوها أو أوجدوها، لأنها حققت مكاسب ضخمة جدا لأمريكا بأنه بحجة حماية الخليج والسعودية من الخطر الإيراني كل شوية اشتري سلاح وادفع وهكذا. يعني طبعا المرة دي هيبقى في صفقة رهيبة يعني. فالسعوديين برضو قلقانين شوية على الرغم أنهم طول الوقت يقولوا أن احنا متوافقين حوالين الموقف من إيران، فأنا مش متأكد من ده. حتى احنا في مصر الحقيقة برضو لدينا قدر من المخاوف. أعتقد أنا ما بقراش، ما عرفش السلطة التنفيذية ورئيس السيسي اللي هو أعلى سلطة في الدولة بيفكر إزاي في الحكاية دي، لكن عندنا مخاوف أيضا من إن احنا يطلب مننا أن نحتشد كده في طابور يعني إيه لمواجهة إيران وتبقى دي قضيتنا الرئيسية، وننسى الدول العربية المتحطمة وننسى القضية الفلسطينية وهكذا. فكل واحد رايح وعنده مخاوف وعنده في نفس الوقت أماني، لكن أنا بفكر يمكن جميع الأطراف بأنه ماك ماستر اللي هو المستشار يعني الأمن القومي للرئيس قال إن الراجل هيعمل ثلاث حاجات أساسية الحقيقة. إن هو عايز يعمل خطاب يوحد أصحاب الديانات معا، وقال إن دي عملية غير مسبوقة لم يحدث إن رئيس أمريكي زار المزارات المقدسة للديانات الثلاثة. إحنا عارفين إن هو طبعا هيروح إسرائيل بعد كده وهيزور بيت لحم وهيروح إلى زيارة الفاتيكان يعني. فهو وإن هو بيحاول الحاجة الثانية إن هو عايز يعمل يدعم تيار الإسلام الوسطي، وعلى فكرة لدي يعني اعتقاد انه قد يتطرق الى دول الازهر. طبعا ده مش هيبسط السعوديين قوي لكن قد يحدث هذا. فعايز هو يدعم ما يسميه هو الاسلام الوسطي في العالم العربي ويبعد التيارات العقائديه الايديولوجيه. والحاجه الثالثه ان هو بيتكلم عن السلام في المنطقه، وطبعا ده بيشمل موضوع القضيه الفلسطينيه. ما قالش قوي ماك ماستر مثلا ان احنا بقى هنخش في بصدرنا ضد ايران وبتاع، لكن هو قال التطرف الإسلامي ما حددش اللي جاي، ما السعودية نفسها يعني منتج مش بطال قوي يعني الحقيقة للتطرف، وإيران كذلك، والصهيونية في إسرائيل هي منتج رهيب للتطرف الديني باسم الديانة اليهودية. فأقصد دول هي القمة فيها حسابات مختلفة ومعقدة، وترامب عنده مشاكل في الداخل ربما عايز يحل جزء منها بمثل هذه الزيارة، فلازم نبقى حذرين شوية في بناء التوقعات، ولازم كمان بلدنا الحقيقة تبقى شديدة الحذر مع كل خطوة أو كلمة بتتقال في هذه القمة. اعترضت طائرتان صينيتان طائرة أمريكية مصممة لرصد الإشعاع بينما كانت تحلق في أجواء دولية فوق بحر الصين الشرقي في واقعة وصفها الجيش الأمريكي بأنها تفتقر للاحتراف. وفي سياق آخر، أرسلت القوات البحرية الأمريكية حاملة الطائرات رونالد ريغان إلى منطقة شبه الجزيرة الكورية. وأوضحت قناة CNN أن هذه الخطوة مرتبطة بزيادة التوتر في المنطقة بعد إجراء بيونغ يانغ تجربة إطلاق صاروخ باليستي في 13 و14 من مايو الجاري.
وفي واقعة طريفة اختطفت فتاة هندية صديقها تحت تهديد السلاح خلال حفل زفافه، حيث كان من المقرر أن يتزوج منافسة لها في الحب بحسب موقع ديلي ميل. وكان صديقها يستعد للاحتفال بزفافه عندما دخلت صديقته السابقة مع 6 رجال مسلحين واختطفوه وودعوه في سيارة وغادروا المكان تحت أعين مئات الضيوف المذعورين. فاصل المشاهدين، نواصل من بعده نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس. عودة نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصر اليوم. تحت عنوان الرئيس الساحر، يكتب نيوتن في عدد السبت من المصري اليوم مبديا إعجابه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا أنه أصبح رئيسا للبلاد على الرغم من أنه ليس لديه تاريخ سياسي، لكنه جاء لمجرد ملكته الاقتصادية، ورغم صغر سنه فإنه تحدث سابقا بثقة بأنه سيصبح رئيسا للبلاد، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاته أمام منافسته مارين لوبان. وأضاف الكاتب بأنه على الرغم من أن سياسته تجاه المنطقة العربية لا تزال غامضة، فإن علاقته بالأطلسي وأمريكا قوية ومعادل لروسيا، ولم يعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية مستقلة، ويمزج بين اليسار والليبرالية والبرجوازية، لكنه أذكى وأخطر رؤساء فرنسا وأكثرهم موهبة، وسيفعل ما يريد لأن طموحه لا حدود له. أستاذ مصباح، برأيك هل تتفق مع الكاتب المتحمس جدا للرئيس الفرنسي، وهل يمكن أن تتكرر هذه التجربة في فرنسا، لن أقول في الوطن العربي؟ أنا متفق مع النص اللي هو بيقول أنه ساحر. الحقيقة هو متفوق طول الوقت في الدراسة، هو فنان، درس فلسفة، اشتغل في الحكومة في شؤون مالية، واشتغل في بنك روتشيلد طبعا، عشان كده ناس كتير بتقول لك بقى قريب من الصهيونية وكذا، لسه هنشوف على العموم. ويعني ايه، واشتغل في الإليزي، واشتغل وزير اقتصاد، والحقيقه كان عضو في الحزب الاشتراكي، هو له خلفيه سياسيه يمكن خلافا للمقال. بس انا يعني بقول للاستاذ نيوتن طول الوقت لازم نقول كده، هو ساحر لمين؟ زي مثلا يعني ايه، ما انا مثلا اقول الممثله الفلانيه دي ساحره، طب انا مالي انا ساحره لحد تاني؟ فاقصد اقول انت بتقول انه يعني ضد روسيا، ده ممكن ما يكونش من مصلحتنا، ما حددش موقفه من القضايا العربيه، طب ويعني يبقى ايه السحر بتاعه هيفيدني في ايه؟ فلازم برضه شويه نبقى واقعيين يعني فيما يتعلق بانعكاس اي سياسه على بلدنا يعني. والان مشاهدينا نذهب بكم الى فاصل اخير، ونتابع من بعده نشره المصري اليوم من القاهره والناس. عودة مرة أخرى إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن نتعرف على أسعار الذهب. جرام عيار 24 720 جنيه، جرام عيار 21 630 جنيه، جرام عيار 18 540 جنيه، جرام عيار 14 420 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب 5040 جنيه. أما الآن نتعرف على حالة الطقس. القاهرة 29-18، الإسكندرية 25-20، شرم الشيخ 30-25، الغردقة 31-22، الأقصر 35-22، أما عن أسوان فالعظمى 37 والصغرى 24. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية نشرتنا النهاردة. شكرا لك يا أمل. شكرا سمر. شكرا لحضرتك أستاذ مصباح قطب، مستشار القسم الاقتصادي بالمصري اليوم، شرفتنا. شكرا، الله يخليك. والشكر موصول لكم بكل تأكيد مشاهدينا، تلتقونا غدا وجولة إخبارية جديدة من المصري اليوم على القاهرة والناس. تابعتم في نشرة اليوم. المحافظات تعلن الحرب لمواجهة تعديات الأراضي، وجمعة واجب شرعي. في ذكراها الأولى، وقفة لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة أمام السفارة المصرية بباريس. الفريق مميش، الموانئ رزق لمصر، ومشروعات الرئيس ما شاء الله عليها.
سعوديون يعتزمون زيادة استثماراتهم في مصر 51 مليار دولار من الخاص والحكومي. 20 مليونا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الإيرانية واللجان تشهد عمليات تزوير. الرياض تستقبل 3 قمم لترامب وتمنع دخول إسرائيليين وتقبل اعتذار البشير. أمريكا تستدعي السفير التركي بعد ضرب محتجين بواشنطن وأردوغان يشاهد. فتاة هندية تختطف صديقها تحت تهديد السلاح خلال حفل زفافه.